هي فرصة لكل الحضور هنا أنهم يتعرفوا خاصة على ما ورد في قانون حماية الطفل، لأنه قانون جديد، وأيضا يتعرفوا على الجانب الدولي. الدورة هذه نظمناها بوجود خبراء أجانب وخبراء جزائريين، فيه برامج تربوية، برامج إعادة الإدماج لتحضير هذا الطفل لإعادة يعني إدماجه في المجتمع، بما فيهم أنه تقريبا كل الأطفال يدرسون، كل الأطفال يمارسوا تكوين مهني، رياضة، ترفيه. ونقول نركز أنه عدد الأطفال هذا المهم جدا والإيجابي، أنه عدد الأطفال الموجودين داخل مؤسسات عقابية يعني في مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث ولا في مؤسسات العقابية هو عدد قليل قليل جدا. هذا يعني أن القضاة يفضلوا دائما اللجوء إلى تدابير الحماية والتهديب من إيداع طفل داخل مؤسسة عقابية.